تفضل الشاي يا باشا. ماشي يا عويس. يا فندم الفجر قرب جدا ولا فيش ولا عربية عدت. حضرتك عامل الكمين ده ليه؟ غلاس يا عويس. تمام يا باشا. اسمك يا سيدي انت وهو دليلة سودة. اقعد. ايه يا جدع البرد ده؟ خرب بيت كده. ده انا مش حاسس برجلي. ايه اشغل لك التكييف على السخن؟ لا يا عم بعيا. ما تلف لنا سجارتين في الحلواني. وهم قالوا لك يا ابن الحشيش بيدفي. لا بس بعد ما نشرب السجارتين مش هنعرف احنا في الشتاء ولا في الصيف. عرايك يا شعبولة نولع السجارتين ونلعب في الترموستات. ارحم نفسك فيسبوك يا عويس، مراتك هتقفشك. والله دي تصبيرة يا باشا، وبعدين النت قاطع. طب يلا لم الكمين. يلا يا سيدي انت وهو عاجبك الوقفة. اصحى يلا. استنى استنى يا عويس. شوف اللي جاي ده. على وضعك على وضعك، حط السيجارة في الطفاية. لا ارميها من الشباك. بقول لك حطها في الطفاية، طول ما احنا في العربية احنا في السليم. رغص. ليه يا باشا؟ بطايق. ليه بس ما حصل؟ ما تتكلمش كتير، اخلص. طب الكلام اخد وعطى برضه. وعطى ايه؟ انت شكلك كده شارب حاجه. اخلص شارب ايه؟ اخلص يلا هات الرغص. بالراحه بس على نفسك شويه. بالراحه على نفسي؟ بالراحه اهدى كده على نفسك شويه. خلص. الله الله، انت كتير الكلام ليه؟ خلص هات الرغص. رخص يا ابني. اديله يا شعبان الرخص، خلينا الغرفه داهيه. اتفضل يا باشا. انت تميم؟ وانا طول يا باشا بقى تميم بيه؟ لا احنا بنسوله بس العربيه، بس معناه توكيل. هتوري له يا شعبان التوكيل. اتفضل يا باشا. بطاقتك حبيبي. ماله يا باشا؟ بطاقة. اتفضل. طب انزل يلا انت اهو. خير يا باشا؟ لا مفيش، هنفتش العربية. فتش العربية؟ لا لا العربية دي ما بتتفتش حضرتك. ليه يا روح امك؟ دي عربية تميم بيه. نايف في البرلمان وعليها حصانة. وحضرتك مش شايف البادج؟ لا شايفه يا حبيبي. بس لحفظك الكلمتين دول. مالكش الحصانة بتصعد مع التلبس؟ تلبس؟ هو احنا عملنا ايه يا باشا؟ وريحة الحشيش دي ايه؟ حشيش؟ ده الحشيش ده عايز معمل جناية عشان يتثبت. صح. طب انزل لي يا حبيبي يلا. انزل يا روح امك. باشا انا شايفك بتجيب سيرة الحاجة كتير وده مش حلو. طب انزل يا حبيبي بدل ما اخلي الحاجة تيجي تنزلك. يلا يلا. انزل. ماشي يا باشا هنشوف اخرتها ايه. اترمي هنا يلا. اقف يا ابني على جنب. يلا. كفايه يا باشا، كفايه كفايه.
ده باين انه مات يا باشا. يا باشا انا عملت زي ما سمير قال لي، ورجاله سليمان كلموني وقالوا ان سمير اتصاب. الحاجه اللي معاك عملت فيها ايه؟ في العربيه معايا. طب هات العربيه على الفيلا بسرعه ما تاخرش. وانا هتصرف، انا مالكش دعوه. يلا غور. تمام يا باشا. سعاده اللواء صباح الفل. انا اسف لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. ما انا عارف يا فندم، عشان كده اتجرأت وكلمت حضرتك. لا الحقيقه مش خير. حد من ولادك عمل معايا غلط كبير قوي. انا ما رضيتش ان انا اكبر الموضوع، اعمل استجواب لست الوزير في المجلس، قلت اكلم حضرتك ونحاول نلمها بشكل ودي. انا احكي لحضرتك. وعليكم ازيكم كاستا محمود. السلام عليكم. صباح الفل يا دكتوره. ازيك يا استاذ فريد؟ ازاي ابنك مين عامل ايه؟ خد الدواء الحمد لله بقى كويس؟ اه والله من ساعه ما خد اللبوس اللي انت كتبته له ده وبقى زي الفل. تسلم ايدك والله، حاجه تمام يعني. لبوس ايه يا راجل؟ ده استحلاب بيتاخد في البق يا ناس، استحلاب في البق يا دي الناس. مرحب برجوعك لينا، نورت الحاره يا هيما. ايوه ايوه. الحمد لله على السلامه ابو خليل. الحمد لله على السلامه. ايه يا عبد المطلب؟ هو انا كنت جاي من ليبيا؟ دخلتك علينا الحارة بالدنيا وما فيها. بقول لك ايه، المعلم عاوزك جوه. طيب يا سيدي ابقى عدى عليه بالليل يعني. لا ده حوار مهم وما يتاخرش. ما يتاخرش ليه؟ جاي له الطلق ومستني الحقنه. اخلص يا ابراهيم، المعلم مستنيك. ايه يا باشا الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني اللي سمعته يا سليم، والوزاره عندها خبر بالموضوع ده، وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهارده. تفتيش ايه ومصر ايه؟ كل ده عشان حته عيل زي ده؟ سيبك بقى يا سليم من فتحه صدرك دي، لأن الموضوع شكله كبير، ونصيحة من أخوك، حاول تكلم حد. أكلم حد؟ هو أنا ولاقي حد كان زماني قاعد هنا؟ خلاص حاول ترتب كلامك أنت كده كويس، وتلم الموضوع في التحقيق. هو الواد هتعمله في إيه؟ مالكش دعوة بالواد. يعني إيه ماليش دعوة؟ مش أنا اللي جايبه؟ أه بس أنت مالكش دعوة من دلوقتي بالتحقيق ده، ويلا بقى اتكل على الله، وربنا يسترها علينا وعليك. ماشي. اشرب الشاي يا إبراهيم. ولا تحب اقول لك يا دكتوره زي الناس ما بتقول لك؟ والله اللي تشوفها معلم. البهايم من كتر ما بيقولوا لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقي وحقيقي. ناس غلابه يا معلم. ما حسيت ولا الغنى. هتدفع الفلوس اللي عليك امتى يا ابو خليل؟ ان شاء الله هدفع يا معلم. بس انت بس اصبر عليا اسبوعين ثلاثه وانا هسدد. اديتك بدل الفرصه 10. اعمل ايه بس يا معلم؟ انت عارف ان انا عندي عروسه بجهزها، والحاجه ام 3 جنيه بقت ب 80 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم. الدنيا بتدربكه فوق دماغي من كل ناحيه. بس يعني طول ما انت عمال تشتري فاكهه لبناتك هتسد اللي عليك ازاي؟ يا معلم انت بصص ال 2 كيلو الفاكهه اللي بجيبهم للعيال دول، ولايه وغلابه وملهمش حد في الدنيا غيري، ومش عايزهم يطلعوا محرومين. ربنا يخليهم لك يا ابو خليل، انا بس بنورك. هو حساب ابراهيم كام يا زلطه؟ 53,400، وبده يبقى 4 شاي. ايه ده يا معلم؟ 53,000 ليه؟ ده هم كلهم 33,000 جنيه. وعلى ما تيجي تسد هيوصلوا 55,000 جنيه وشويه. حرام عليك يا معلم، كل دي فوايد. انت بتخوني يا ابراهيم؟ كله بالدفتر، واسال زلطه، حد الله بيني وبين الحرام. حرام ايه بس يا معلم؟ بس ده كتير قوي. ما هو التأخير عليه فوايد. أنا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات. انا عشان بنك حنين عندي حل. خير يا معلم قول. اديني بفلوسي بضاعه ونبقى خالصين. بضاعه؟ بضاعه ايه يا معلم؟ هو انا عندي بضاعه بتاجر فيها ولا حلت حاجه؟ اه حلتك. انت مش ماسك عهده المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها؟ اديني بفلوسي بضاعه، شويه حقن مورفين على شويه ترامادول، تشكيلة. استغفر الله العظيم من كل ذنب، أعوذ بالله من غضب الله. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا معلم؟ ده صح يا أبو خليل. وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نقدي كاش، وهتبقى سبوبة ولقمة عيش ليك وللبنات. لقمة عيش بس إيه يا معلم؟ أكل بناتي حرام. حرام عليك يا معلم، دي بضاعة أمانة عندي عشان ياخدوها المرضى والعيانين، مش علشان أديها لك تباع للمدمنين. لا يا معلم لا. وبعدين يعني الحكاية مش سهلة كده يعني زي ما أنت فاكر.
ده فيها تحقيق ولازم اسلم الفارق وفيها حكايه كبيره يعني. بص يا ابو خليل، كل ده ماليش فيه، ده شغلك وانت تعرفه بمعرفتك. خلصه بمعرفتك هتلاقي 100 حل، يومين تفكر وترد عليا وتقول لي بقى هتجيب الفلوس امتى، يا اما بقى تقول لي هتسلمني الحقن ازاي.